أحسن الله إليكم. مستمع من عفيف هو الأخ محمد معطر يسأل يقول: إذا رأى الإنسان في منامه قريبا له متوفى، هل يلزمه أن يتصدق عنه؟ لا يلزمه أن يتصدق عنه، إذا أراد أن يتصدق عنه من باب الإحسان إليه فالأمر في هذا واسع، وتنفعه الصدقة بإذن الله. أما أنه يتصدق عنه من أجل الرؤيا فهذا لا دليل عليه.